ما فيهاش غمزة ولمزة ولا اتهام لأحد، لكن هنشوف بعضمة لسانه. أما وقد نفد الصبر. امبارح اللي اتفرج على الفرحة الكبيرة للأهلي وهو بيستلم استاد الأهلي الجديد، استاد الأهلي والسلام، لاحظ في كلمة الكابتن محمود الخطيب نبرة غضب. صوت الخطيب بغضبه علي عن الأول، كان واضح جدا إنه لا، في رسائل كتيرة مكتومة عايزة تخرج، خرجت امبارح. يمكن في الختام موضوع يمكن ما كنتش عاوز اسيره، بس انا مضطر اسيره لان مش ممكن اعدي الموضوع كده. انا ما بتكلمش كتير، وانا اول مره يمكن اطلع من زمن يعني، وهو الاسلوب يعني الاشخاص الحقيقه اللي متجاوزين، الاشخاص اللي في نوع من انواع التدني في اسلوبهم. احنا النادي الاهلي مش ممكن يرد. النادي الاهلي قيمه كبيره جدا، قيمه كبيره جدا، ما ينزلش ابدا لهذا الاسلوب. ولكن ده مش معناه ان النادي الاهلي بيسيب حقوقه ابدا. النادي الاهلي، وبقول للاشخاص دولت، اهتموا بنفسيكم، مالكوش دخل بالاهلي، اشتغلوا انتوا عشان تنجحوا. قيمه الاهلي كبيره جدا، اللي تخلي كل الناس دي حواليه دلوقتي فكروا في كده واشتغلوا لده، اشتغلوا لنجاحكم، ما اشتغلوش لافشال الاخرين، بيشتغل عشان يفشل النادي الاهلي بس. ده امر عجيب وامر مش هيستقيم ومش هيستمر. عشان كده بنقول تاني، النادي الاهلي راقي، النادي الاهلي له من مستوى الرقي والاخلاق والمبادئ والقيم اللي ما ينزلش لهذا المستوى. شوف، انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير، ولكن قريب انا هتكلم فيه، وقريب هقول للناس ان احنا بنفكر في الموضوع ده ازاي. بس انا مش عايز بقى الموضوع ده ياخدنا من الفرحه اللي احنا فيها. عشان كده برجع تاني اكلم جمهورنا واكلم اعضائنا واكلم لاعبتنا، كل من ينتمي للنادي الاهلي. النادي الاهلي كبير جدا، والنادي الاهلي اكبر من اي حد. النادي الاهلي خيره على اي حد. علشان كده عايزكم تاخدوا الفرحه بتاعتكم، افرحوا وكونوا فخورين بناديكم. اللي بيحصل الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي، وهنقعد معاه، هعيش مع حضراتكم بالتفصيل فيه ان شاء الله قريب، لازم تفخروا بناديكم. اللي حصل في النادي الاهلي خلال السنتين ونص اللي فاتوا امر يعني يجب ان احنا جميعا نفخر به. ومهما عملنا أنا أو مجلس الإدارة كله، زمايلي وأنا، مش هنوفي الناس قدرهم مهما عملنا. إحنا بنشتغل علشان هذا الصرح الكبير. افرحوا بناديكم، اسعدوا بناديكم، كونوا فخورين بناديكم، وإن شاء الله دايما الأهلي في المقدمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هي مش غضب قوي، لكن هي بالنسبه للخطيب تبقى جابت الخطيب تبقى غضب، اللي مش متعودين منه انه يبقى مشدود. هو قال جملتين ثلاثه لما نتمعن فيهم هتلاقي وراهم، قال لك اشتغل عشان تنجح مش عشان تفشلني. انا كنت في مكان قريب، مكان ما، هيئه حكوميه يعني، مجموعه اهلاويه قاموا وسلموا عليا، ودخل واحد فقالوا لي ده كذا ينتمي الى النادي المنافس. فضحكت، سيب الباشمهندس ما تقلبش دماغه. قلت لهم لا، الراجل يتكلم وانا تحت امره يعني. فقعد يتكلم كلم، قلت له اسمع، انا مهما اتكلمت انت ما انت هتقول لي اوكي ولا انا يعني هقدر اقنعك. انا عايز اسالك سؤال، تحب الزمالك يكسب ولا الاهلي يخسر؟ قال لي عايز الاهلي يخسر. عايز الاهلي يخسر؟ طبعا. قال لي لا، احب الاهلي يخسر. قلت له طيب، هنا مربط الفرس. لو انك مشغول عشان تنجح هتعديني وهتنجح وهيبقى، لكن انت مشغول عشان تكعبلني. والله ما كنت سمعت الكابتن الخطيب هو قالها تقريبا بنفس الكلام. فخلينا ننشغل احنا. ولذلك انت كل يوم الاهلي يقدم فيديو من النوع ده،
اللي فيه قيمه وفيه انتاج وفيه انجاز وفيه حلم بيتحقق وفيه مشهد بيتصدر للعالم كله صور وابهار. كل شهر تقريبا في حاجه من النوع ده. في مقابل انك تقدر تعمل كل يوم فيديو تهاجم فيه الناس اللي بتهاجمك وترد عليهم وتشتمهم وبتاع، مش هتشتغل. فانت تبقى تنشغل بالنجاح وسيب غيرك ينشغل انه فشلك. اللي عايز يفشلك هو دي مش في ايده. لكن في ايده انه ينجح وانه يفشل هو. بس انا في ايدي انا ان انا انجح. لو سبت حد، ايه المنظر الجميل ده؟ ايوه، لو سبت حد فشلني انت بقى ايه؟ خلاص سيبك من الكلام ده. انا هاخد بقى من اخر جمله عجبتني جدا. ما تسيبوش حد يبوظ فرحتكم. فعشان ما نسيبش حد يبوظ فرحتنا، انا عايز ادي لكل واحد حقه بقى. استاذ ابراهيم على الهواء اتفضل، يعني اسمح لي وانا فضل. يعني هقول لك سر فضل. انا بعت للاستاذ محمد كامل النهارده رساله قلت له رغم ان انا زعلان منك لكن انا بقول لك اي منصف لازم يشد على ايادك ويهنئك ويقول لك انت اديت المفهوم في الاستثمار الرياضي معناه الحقيقي، انك انت مش مساله الرعايه بتجيب فلوس، ده انت جبت رعايه على حاجات ما حدش كان واخد باله منها. انت دخلت تحدي القناه وهو تحدي مرعب بفتحه صدر، ادي احنا شايفين نتيجتها. قناه ولا اروع ببرامج ولا اروع بمعدين ولا اعظم بتنوع من الصبح. انا واحد من الناس النهارده بقعد من الصبح بالليل دلوقتي مع قناه الليل، يقول لك ما بغيرش. اذا هذا الكلام انت تستحق عليه التهنئه، وايضا هذا النسب المتكافئ بينك وبين الاهلي وبين وي والشركات الراعيه. نسب قوي النسب المتكافئ، نسب متكافئ، هو ده اللي بينجح. انك انت مش مقصودش من ناحيه الفلوس، الكالتشر، الثقافه، الرؤيه، الاحلام المشتركه. واخدين بعض عن قناعه. انت لما تشوف الاستاذ محمد عبد المطلب، احمد او محمد، المسؤول يعني الناحيه التجاريه في البرنامج مع كابتن هاني رمزي امبارح، شركه وي المصريه للاتصالات، المصريه للاتصالات، وهيتحدث على ان اللي شفتوه ده لسه اللي جاي ده في حاجات كتير جدا ورؤيه واستراتيجيات، وان اذا كناش نسبق دايما بخطوه بعد كل حلم نحققه وننقل على حلم جديد. هو ده النادي الاهلي اللي هو ايه؟ اللي هو مصر. حط بقى طريقه التفكير دي صحيح بتاعه وي وبتاعه السادات وبتاعه النادي الاهلي والرعاه الذي امنوا بهذا الثلاثي والنادي الاهلي ودخلوا. شوف كلمته، سعادته بالارتباط بالاهلي وجمهوره. لا لا، وتكتشف ان ده قاعد واحد عنده رؤيه. أيوة. ما بيشتغلش عشوائي صحيح. مش جه يلبس الاهلي فانيلا ويحط اعلان. ده جاي يتصور حلم مشترك. ولذلك بقى والله العظيم انت فكرتني بحاجه مهمه. انا بعد طبعا حاجه واحده. انا بعد ما باركت وببارك وهستمر ابارك، يعني ابارك كل يوم، انا كراجل اهلاوي محب الاهلي انا فرحان جدا باللي يحصل في النادي، فخور واشكر كل الناس اللي اشكر الرعاه، اشكر الاستاذ محمد كامل والسادات، اشكر شركه وي، اشكر كل من السادات عامله عمل ضخم ضخم يعني الحقيقه، المسؤولين عن القناه اشكرهم جميعا. لكن عايز انا اقول ايه بقى؟ هو الشكر مش بالبق يا جماعه. لازم تعرفوا هو الاهلي الاغنى ليه؟ عشان صاحب القاعده الاعرض بيرهد التسويق بكم متابع معاك وكم واحد بيحبك وكم واحد متعلق بيك. هو ده. اذا علينا ان ننمي عدد المتعلقين بالنادي الاهلي من خلال تقديم الاجود. الاجود في النتائج، الاجود في الصوره الذهنيه عن النادي الاهلي، الاجود في كل حاجه بنعملها. ولكن عشان نقدم الاجود بقى، يا تلتين شعب مصر، يا تلتين شعب مصر، دي الاحصاءات الرسميه على فكره. لما الراعي يجي عشمان فيكو وبوجاهر، ودي صعبة جدا في دنيا الإعلام والرعاية، إنك تقول معوي أنا هنا، أنا مع الأهلي، الأهلي معوي مع بعض، معاك يا أهلي، أي راعي يجي يضع كل هذا العشب ويدي كل هذه الثقة لهذه العلاقة لازم يلاقي مردودها أكتر مما توقع في تجاوب جمهور الأهلي معاه، في تجاوب جمهور الأهلي في إنه
هو الراعي عايز ايه؟ عايز انه يتشاف والمنتج بتاعه يتسوق. يبقى انا كجمهور الاهلي لازم اوري له ان انت اخترت صح. لا ده انت ده انا هدي لك اكتر، ده انت كنت متصور حاجه هدي لك ضعفها من النهارده كلنا. وي لازم هي الكلمه اذا كانت وي قالت معاك يا اهلي جمهور الاهلي ومعاك يا وي. بس انا عايز جمهور الاهلي بقى يكون عملي. انت عايز تدفع فلوس للنادي الاهلي؟ لا مش عايزين منك اموال، عايزين منك تدعم الرعاه اللي هيدونا الاموال. ايوه ادعم الرعاه، الراعي اللي يجي لك ويثق فيك اقبل على منتجاته، اقف في ظهره عشان يديني اكتر ويقدم اكتر ويعلي سعر يعلي اكتر طبعاً. ونبتدي نرى اليوم ان الراعي يساهم معايا في صفقات تقيله زي بره. بالظبط عايزين اليوم ده عشان يحصل. مش عايز منك فلوس، انا ما تديش الاهلي حاجه، لكن روح لكل راعي بيثق في النادي الاهلي اقف في ظهره عشان يقف في ظهر الاهلي. وكان شيء رائع جدا انه كل ده حصل في وجود السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، واللي قال في كلمته انه سعيد جدا بهذه النقله الكبيره في الاستثمار الرياضي وفي الشراكه الرياضيه المتحضره بفكر استثماري عالي جدا. ده حصل في وجود الوزير اللي اشاد بيه واللي قدره. عشان كده حتى في كلمه الكابتن محمود الخطيب اهتم الكابتن في بدايه كلمته انه يوجه كل التحيه والتقدير للقياده السياسيه والرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل هيئات الدوله على كل ما تقدمه في ظل هذه التحديات الصعبه اللي بتمر بها البلاد. هو ده العمل، هو ده النادي الاهلي، هو ده اطلاع مسؤول النادي الاهلي بادوارهم، هو ده اهتمام النادي الاهلي انه يكون مساند وداعم باستمرار بالفكر الحديث لتطوير الدوله المصريه رياضيا. استاذ ابراهيم انا كنت لسه حتى يعني بس الكلام بينقلنا، انا قلت الاهلي بيشتغل انه يتحدى المستحيل في وقت ضيق. افتلقت هذه الرغبه مع استادات لايف بيشتغلوا بنفس الاسلوب، وامنت بيهم شركه وهي العملاقه اللي هو بقى ايه، وراحت لنادي الانتاج. يا استاذ ابراهيم دي كلها دي مؤسسات دلالات مؤسسات تابعه للدوله وطنيه. دي انت استادات القبضه، شركه استادات القبضه الشركه الوطنيه، حتى لايف شركه لايف اللي مقدمه لكم احلى شاشه بتفخروا بيها شركه هو وطنيه. فانت بتتكلم على استثمارات رياضيه مصريه باموال مصريه وافكار مصريه وجهود مصريه. مسؤول الانتاج دول مش من الذكاء انهم كسبوا منشاه ما فيش زيها طبعا الا استاد القاهره طبعا او الاستاد صحيح. انما هم حتى الاحدث هتجد الارض، ارض الملعب امبارح اتلعب عليها بلياردو مش صحيح هو. صحيح انا ما شفتش المنظر ده. صحيح هو ده النادي الاهلي وهي دي افكار النادي الاهلي وهم دول مسؤولي النادي الاهلي وهو ده رئيس النادي الاهلي، رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب اللي الاستاذ عصام السباعي مدير تحرير الاخبار اختصوا بمقاله او سطور مهمه جدا الحقيقه في عموده بوكس في الاخبار، قال على مدار سنوات فاتت واخرى ستاتي سيظل الكابتن الخطيب رمزا للاحترام والنجاح، ولان السيره اطول من العمر سياتي يوم يحكي فيه الناس لاحفادهم واحفادنا سيره الخطيب على دقات السيمفونيه الخامسه لبيتهوفن ومع اصوات انيو موركينيو في موسيقى فيلم الطيب والشرس والقبيح. ده بيستحضر المشهد. هذه الثلاثية المهمة جدا وقسموها براحتكم. لكن على ذكر الكابتن الخطيب وصورته حتى عند رؤساء الأندية الشقيقة المنافسة، المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة وهو هنا بالمناسبة البرلماني الكبير له رأي في تجاوبه مع الكابتن محمود الخطيب، جت مناسبة الكلام فيه. رأي حضرتك في الإساءات اللي بيتعرض ليها الكابتن محمود الخطيب في الفترة الأخيرة؟ والله الكابتن محمود الخطيب صديقي وشخصية محترمة جدا وأنا بحبه وبحترمه، وهو قيمة وقامة ورمز كبير قوي وراجل ناجح جدا ومحترم، وأنا لا أقبل الإساءة لأي مواطن مصري، فما بالك بمحمود الخطيب. بص كلنا مواطنين مصريين، كلنا متساويين في الحقوق والواجبات، أنا لا أقبل أي إهانة لأي إنسان مصري، فما بالك بمحمود الخطيب، راجل بيشتغل بمنتهى الامانه ومنتهى الهدوء والرقي وشخصيه محترمه جدا جدا. هو محمود الخطيب انا اعرفه من اكثر من 40 سنه، يعني عاصرته زمن طويل جدا، من اجمل واشيك الشخصيات
وراجل مهذب بشكل كبير قوي قوي قوي، مهذب جدا ماضيه وحاضره طول عمره، راجل مهذب وراجل مؤدب وصادق ومجتهد وبيحب شغله وبيحب بلده وبيحب الاهلي، وربنا يوفقه. فلا اقبل ابدا اي اهانه لا له ولا لغيره. الحقيقه هو وصف الكابتن الخطيب بكلمه بيطلق، راجل شيك ومؤدب. انا في حياتي ما سمعت الكابتن الخطيب في لحظه صفاء هزار غضب بيشتم. في حياتي ما سمعته بيغتاب. فالشخصيه اللي زي كده ما بتبقى بيبقى عندها يعني فطره سليمه، ولازم ندي الناس حقها يا اخوانا، لازم ندي الناس حقها.